إن اعتزازنا بتشريفكم اليوم يا سيادة الرئيس هو اعتزاز يحمله كل مواطن على أرض المحافظة لقائد مصر وزعيمها، وفي تلك الأيام التي تحتفل فيها مصر ذكرى ثورة يوليو المجيدة نتوقف طويلا أمام مراحل النضال الوطني والتي سطرت رشيد أحدى صفحاته الخالدة، لنؤكد للعالم أننا شعب يدافع ولا يعتدي، يناضل من أجل حقوقه ولا يساوم على حقوقه الآخرين. والآن نبدأ في شرح بعض المشروعات التي تم إنجازها خلال فترة. سيادة الرئيس، إن محافظة البحيرة هي واحدة من أكبر محافظات مصر، يبلغ مساحتها حوالي 9122 كيلو مربع، عدد السكان 4.9 مليون. البرنامج الانتخابي فندم سيادة الرئيس، وفي قمة أولويات البرنامج الانتخابي الوحدات السكنية التي تلبي احتياجات الشباب. المحافظة تبنت مشروع طموح بإنشاء 12948 وحدة سكنية على ثلاث مراحل، يتم تخصيص 1000 وحدة سكنية لذوي الأولويات الرعاية. واجهت المحافظة بعض الصعوبات وخاصة في توفير الأراضي، لأن المحافظة محافظة زراعية تم التغلب عليها من خلال شراء أراضي من خلال الاستثمار والأوقاف والزراعة. وكانت المشاركة المجتمعية أحد أهم وسائل، حيث تبرع المواطنين بحوالي 40 فدان يبلغ قيمتها أكثر يتجاوز 80 مليون جنيه. المحافظة وضعت خطة متكاملة لتطوير المناطق العشوائية وتقنين الملكيات واستكمال المرافق الأساسية، وكنموذج لهذا التطوير منطقة إفلاء. تم إعادة تخطيط المنطقة بالكامل وأن تحولها إلى منطقة أخرى عشوائية، إنشاء كورنيش بتكلفة 10 مليون جنيه، شملت أعمال التطوير الإضاءة والرصف والتشجير والتصميم، وأصبحت هذه المنطقة بالصورة الحديثة. تم تعديل مسارات حركة المرور على الطريق وربطها بمحاور الطرق الرئيسية خارج المدينة على منطقة وسط المدينة. تطوير القرية واحدة من أهم المحاور الأساسية في البرنامج. تم اعتماد الأحوذة العمرانية 468 قرية، تم إصدار 1742 ترخيص. بيستهدف المخططات الاستراتيجية إنشاء وحدات سكنية، مدارس، منشآت، مراكز شباب، ملاعب مفتوحة تلبي احتياجات التطوير البرنامج. مشروع القرية صديقة البيئة أحد المشروعات التي تبنتها المحافظة عشان تحويل القرية إلى صديقة البيئة، وذلك من خلال مجموعة محاور. البرنامج بدأ ب 18 قرية، وثم الآن دلوقتي دخل فيه 18، بقينا بنتكلم في 36 قرية. بدأت المحافظة بالتنسيق ووزارة التنمية المحلية بتطبيق اللامركزية أو تهيئة المجتمع لتطبيق اللامركزية في مركزين أبو حمص وشبرخيل. القرى الأكثر احتياجا هو أكثر البرامج الحقيقة اللي بتحدث نقلة نوعية تبنته سيادة الرئيس والحزب، الاحداث نقلة نوعية بالمواطن البسيط داخل القرى. في قرية هنا عندنا في المحافظة في 19 قرية على مستوى أبو حمص وبدر موجودة، تم اختيارهم في ضوء المؤشرات وفي ضوء الدراسة الميدانية، ويخدم 156 ألف مواطن. التنسيق الحضاري في إعادة تخطيط المدن، خاصة مدينة دمنهور التي تمثل عاصمة المحافظة، وهي مدينة قديمة نشأت بشكل عشوائي شوية، وكانت مدينة داخلية يعني مش مدينة على النيل، فمدينة شوارعها متداخلة وحركة الهموم فيها صعبة. تم إعادة تخطيط المدينة، تخطيط الميادين، الطرق المحلية التي تربط بين المراكز تم رصف 102 كيلو، وداخل القرى تم رصف 96 كيلو، وداخل المدن تم رصف 127 كيلو من الرصف خلال العام الماضي 8-9 فرق. تطوير الخدمات الجماهيرية وده اهتمام بالمواطن البسيط. عندنا مشروع توزيع الخبز، فصل الخبز عن الانتاج، وتتميز المحافظة انها طبقت نظام توصيل الخبز للمنازل بالكامل. مشروع الغاز برضو احد المشروعات الخدمية لتوفير الغاز للمنازل، تم تطويره في المحافظة بالتنسيق مع وزارة البترول. تم استيراد مكنة تعبئة جديدة حديثة دقيقة فيها بكل معايير الأمان ب10 مليون جنيه، وأتاحت 100 فرصة عمل. تطوير مشروعات الثروة الحيوانية والمساهمة بها في توفير اللحوم للبسطاء، تم تطوير المشروع ودعمه، كان كل اللي فيه حوالي 600 رأس، النهاردة وصلنا إلى حوالي 2000 رأس وبيشتغل بشكل اقتصادي وحقق عائد. قطاع الاستثمار،
حضرتك من اهم الموضوعات لإتاحة فرص عمل للشباب وهو مستهدف رئيسي ان احنا نوافق الاستثمار. عملنا لجنه برئاسه المحافظ وافقت خلال السنه الماضيه على 160 مشروع استثماري متوسط وصغير بتكلفه 130 مليون جنيه، اتاحت حوالي 3200 فرصه عمل و18 مشروع كبير في مجال المواد الغذائيه والمجازر وحفظ اللحوم بتكلفه مليار و660 مليون جنيه، ومنها مجزر كبير ضخم لوحده كلف حوالي تجاوز المليار. حضرتك اللي ميز البحيره انها اكبر توسع افقي وراسي في الزراعه الحديثه. مدينه رشيد يا فندم تقع على الضفه الغربيه لفرع رشيد عند التقاؤه بالبحر، وتقع على شبكه طرق رئيسيه طبعا الطريق الدولي الساحلي، ويربطها ايضا طريق رشيد ادكو الاسكندريه، كما ايضا يربطها طريق رشيد دمنهور وترتبط بالاسكندريه بخط السكه الحديد. محاور ملامح اساسيه لتطوير المدينه اهمها رشيد دمنهور ده كم كيلو؟ حوالي يعني بالمسافه كده حوالي 65، لكن بالطرق يوصل حوالي 100 وشويه. منطقه النيل حضرتك بقى اللي هي امام المدينه في مصانع على ضفه النيل. دي اسف دي هننقلها حضرتك المناطق دي. انا اتكلمت مع معالي وزير الزراعه ان احنا هناخد منطقه خارج الكتله الزراعيه في ارض بور. لا انا بقول المصانع، هل في مصانع على ضفة النيل؟ لا يا فندم. وهل في صرف منها على النيل؟ وده المهم أوي. لا يا فندم مفيش في المنطقة دي. موجود أمين طوب بس. موجود أمين الطوب اللي في المنطقة دي بقى. منطقة حضرتك النيل وتطويرها بقى بشكل حضاري، وهنعمل ممشى سياحي وبعدين مراسي نيلية وأيضا منطقة للسياحي. دي صورة للممشى السياحي اللي هو انتهت الدراسة بتاعته. حضرتك دي منطقة المثلث يا فندم، نقطة التقاء النيل بالبحر. شديدة التميز وأرض لا يوجد عليها أي إنشاءات موجودة، منطقة واعدة جدا يا فندم في المناطق سنة. تم المكاتب الاستشارية خاصة في عملية المناطق الفندقية على مساحة 350 فدان. ثم أيضا في كم فندق؟ هناك لا في دلوقتي في المدينة عدد محدود حوالي 3 أو 4، منهم واحد أحسن شوية واثنين أقل شوية. برضه لما هتبقى منطقه سياحيه لازم يكون فيها حضرتك هنبتدي الاول بعمل فنادق صغيره الاول لحد ما يتسكن الفنادق. القطاع الخاص ولا القطاع الخاص فقط؟ كله قطاع خاص. حضرتك المنطقه الترفيهيه اللي موجوده دي على مساحه 350 فدان، ثم الممشى السياحي اللي موجود على النيل زي اللسان كده لحد منطقه اللسان خارج البحر، ثم منطقه المراسي، ثم منطقه سكنيه على مساحه 80، ودي منطقه متميزه جدا في هذا المكان، منطقة سكنية اللي مش عايز يكون في الفندق هتبقى فيها مناطق سكن متميز برضه الحرب. دي واحدة من الناحيات المرشحة فيها أكبر ميناء اليخوت، لأن هم بيصنعوا اليخوت هنا. هيعمل ميناء كبير لأن عنده 12 كيلو على البحر. دي يا فندم هتبقى قادرة نقطة جذب لليخوت اللي موجودة، هتبقى فيها إقامات، هنستفيد وننمي مهارات الناس اللي موجودة في صناعة اليخوت وصيانتها. نموذج حجر رشيد يا فندم، اتفضل إن يقدموا سيادتك. حسن بيقول على مشروعات الكهرباء اللي هنا عندهم محطتين كبار. مشروعين يا فندم، مشروع توسيع في النباريه اللي سيادتك شرفتنا في افتتاحها 1500 ميجا وات بنضيف 700. النباريه اللي رحناها قريب دي اللي من سنتين بنضيف 750 ميجا وات تاني، 500 منهم بتشغيل بداوا التشغيل بتاعهم، وضفنا تاني محطه جديده في العطف 750. العطف دي فين بقى؟ العطف جنب فين؟ سياده المحافظ. سياده المحافظ المسافة بين العطف والنبلة منهور دي حضرتك حوالي 25 كيلو. العطف دي جزء من مدينة المحمودية. المحمودية فيها محطة المحمودية. حط كهرباء جديدة. حط جديدة. دورة برضه مركبة 750 ميجا وات. يعني عنده في المحافظة مشروعين جداد السنة دي 1500 ميجا وات. تكلفتهم المرحلة الأولى 500، وان شاء الله السنه الجايه ال 250 و250 يبقى عندنا ال 1500 ميجا وات على نص السنه اللي جايه. مره ده منظور نشوف عندهم في محافظه البحيره. دي اول زياره للافتتاح لسيادتك في الافتتاحات الرئاسيه اللي شرفت بها وزاره الاسكان. انما قبل بس نذكر بالافتتاحات الرئاسيه اللي سيادتك قمت بيها في العام المالي 2008-2009. اجمالي الافتتاحات الرئاسيه اللي شرفت بسيادتك 6 افتتاحات رئاسيه على مدار العام المالي الماضي،
بقيمة استثمارية لمشروعات دخلت لخدمة المواطن 4.5 مليار جنيه. دي المشروعات جزء من المشروعات دي المشروعات اللي سيادتك افتتحتها، اللي هي جزء من إجمالي المشروعات التي دخلت الخدمة خلال ال 12 شهر من يونيو إلى من 1 يوليو إلى 30 يونيو 2009. دخل لخدمة المواطنين في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وقرى الزهير الصحراوي ومشروعات الإسكان، دخل لخدمة المواطنين مشروعات بقيمة إجمالية استثمارية 17 مليار جنيه. ودي الأرقام اللي وصلنا لها في نهاية العام المالي. إيه حكاية المية والبتاع دي اللي في الأليوبية؟ سيادتك شيء مؤسف جدا طبعا ما حدث في الأليوبية، أن أي مواطن يصاب يعني التهابات معوية إلى آخره، إنما هي أمور ممكن أن تحدث في المناطق اللي بيتم فيها تطوير إلى آخره، في المناطق اللي فيها شغل ممكن أن يحدث. ولكن أطمن سيادتك الحمد لله إن وزارة الصحة يعني ادتنا النتائج أخيرا إن كافة عينات المياه حالتها 100%. سببها إيه؟ سببها سيادتك إحنا طلبنا من الجهاز التنظيمي إنه ينزل ويعمل لنا تقرير يقول لنا بالضبط كان السبب إيه، إنما هو المهم في الحالة في اللحظة اللي إحنا فيها سيادتك إنه ليس هناك مشكلة، وإن الحمد لله الوضع الطبي كله مستقر وانتهت ظهور حالات جديدة في هذه المنطقة. إنما يعني مش هنعلق إذا كان سببها السبب أو التالي، يظهر تقرير يعني من جهاز التنظيمي يقول لنا بالضبط ايه اللي حصل، انما انا بطمن حضرتك ان دي حالة فردية تماما، موقع منفرد، احنا بنشتغل في يعني عشرات الالاف من المواقع. ايه هو المهم بنعرف الاسباب طبعا عشان نقدر نتلافاها. وانتهينا سيادتك، المياه اللي رايحه اساسا للقريه هي المشكله، كانت مشكله في الشبكات، وانما مش هنعلق لغايه ما يظهر التقرير. انما اللي يهم سيادتك طبعا الحمد لله ليس هناك حالات جديده، الحالات تقريبا الدكتور حاتم يقدر ياكد لسيادتك ان انتهت الحالات. في 127 لسه موجودين في المستشفى لحد امبارح، انما كلهم حالتهم مستقره، والاجمالي كان 276 المؤكد معمليا ان هم عندهم تفوق 36، لكن بنعتبر الباقي كلهم عندهم لحد ما يعني عشان ما ناخدش اي مخاطره في العلاج. وكان لعناية الكافية هو في الاول كنا بنقول لهم اتعالجوا في البيت، فقالوا المستشفيات اتقفلت مش عايزين يدخلونا، فقلنا كل واحد يخش عشان ما حدش يقول ان المستشفى رجعته ولا اي حاجه. في البدايه كنا بنقول له العلاج بسيط اصلا، علاج التفويض مش مشكله، ما بقاش زي زمان يعني. فقال لك انتوا مش عايزين تدخلونا، فرحنا مدخلين كل الناس. تحاليل الميه كانت يعني مش كويسه يوم 18 يوليو، انما بعد كده يوم 21 و23 و27 يوليو اتاخد حوالي يمكن 55 عينه او 60 عينه، كلهم طالعين بكتيريولوجين كويس. هو سيادتك ما فيش اي شك عن جوده المياه اللي طالعه من المحطات، جميع محطات وبدون استثناء فيها معامل بتتاكد من جوده المياه، وبتراقب من وزاره الصحه وبتراقب من الجهاز التنفيذي. سيادتك الامم المتحده هيئه حقوق الانسان في الامم المتحده كان عندها بعثه اخيرا في مصر منذ اسبوعين تقريبا، وكتبوا تقرير عن انا يعني ما كنتش فاهم قوي العلاقه بين لهيئه حقوق الانسان في الامم المتحده، انما اتضح هي الهيئه اللي بتتابع مثل هذه الخدمات. كتبوا تقرير عن تطور خدمات مياه الشرب في مصر، وهينشر على مستوى العالم في خلال الاشهر القليله القادمه. بعتوا لنا ملخص منه، يعني نرسل لسيادتك ملخص، لانه حاجه فعلا مشرفه تعليقهم على ما تم في خدمات مياه الشرب في مصر. في نفس الوقت اللي حصل تطور بحوالي 40% في كميات المياه، ايضا حصل تطور وزياده في الصرف الصحي. زي ما سيادتك شايف كان في الميه 40% زياده في الثلاث سنين الاخيره، ايضا في الصرف الصحي حوالي 33% زياده في ده على مستوى الجمهوريه. اما في محافظه البحيره فالحقيقه الشرط ده سياده الرئيس بيدي صورة كبيرة جدا عما تم في محافظة البحيرة. يعني سيادتك نبص على تطور الطاقات في محافظة البحيرة من 2001-2002 إلى 2006-2007، ثم نبص على التطور اللي تم في إلى 7-8-8-9، نجد أنه الحقيقة يعني مش محتاج الواحد يعلق كتير على ما تم في المياه،
لانه الصوره نفسها بتعبر بالضبط عن اللي حصل في محافظه البحيره. نفس الشيء برضو بس طبعا اقل يعني عنفا، انما في الثلاث سنين اللي فاتوا تقريبا زياده حوالي من 300 الى 400، يعني زياده 33% في الطاقه الاستيعابيه للصرف الصحي. النهارده في اول افتتاح رئاسي في العام المالي الجديد هنشرف افتتاح سيادتك لخمس مشروعات في محافظه اسكندريه وتسع مشروعات في محافظه البحيره بتكلفه 1,000,000,000 جنيه. دول المشروعات اللي سيادتك هتفتتحهم النهارده، خمسه في الاسكندريه، تسعه في محافظه البحيره. واذا سيادتك تاذن لي هنبدا بمحافظه الاسكندريه من خلال الفيديو كونفرنس. هنفتتح، سيادتك هتفتتح صرف صحي خورشيد والزوايده، صرف صحي ابيس في القرى في الاسكندريه، يعني المدن او جزء منها في القرى في محافظه الاسكندريه، وفيها توسعات مريوط للمياه واربع محطات صرف صحي. و يعني هيكون معانا سياده اللي هو عادل لبيب محافظ الاسكندريه. بنرحب معالي الرئيس في الاسكندريه، واحنا عندنا بالنسبه للصرف الصحي في الاسكندريه مياه الشرب الحمد لله بالنسبه للعجمي تم الانتهاء بنسبه 98% من مشروع الصرف الصحي بالعجمي، والمشروع بيخدم 1.5 مليون مواطن وتكلفته 1.1 مليار جنيه. وتم ايضا تجديد البنيه التحتيه مع تنفيذ هذا المشروع، وحاليا بيتم تطوير الشوارع. بالنسبه لمشاريع الصرف الصحي عندنا بالنسبه للقرى عندنا اربع مشاريع موجودين، مشروع محطه خورشيد والزوايده، وهذا المشروع طاقته 15,000 متر مكعب في اليوم وتكلفته 210 مليون جنيه، وده بدا العمل فيه من بدايه هذا العام، وده بيخدم 350,000 نسمه، والمشروع ككل بيخدم الاربع مشاريع عندنا بيخدموا 40 قريه. بعد كده عندنا مشروع صرف صحي المعموره وطاقته 10,000 متر مكعب والتكلفه الاجماليه له 130 مليون جنيه، وبدا بالفعل ايضا في اوائل شهر 9، وهذا المشروع بيخدم 250,000 نسمه. وبعد كده عندنا مشروع صرف صحي السيوف، وده في منطقة وسط البلد، وده بيخدم 250,000 نسمة وتكلفته 120 مليون جنيه وطاقته 7,000 متر مكعب في اليوم. وعندنا الصرف الصحي في أبيس 10، ودي أحد القرى الكبيرة اللي موجودة عندنا، وطاقته 3,000 متر مكعب في اليوم وتكلفته 25 مليون جنيه، وهذا المشروع بيخدم أربع قرى 1,000 نسمة. عندنا بالنسبة لمياه الشرب، مياه الشرب عندنا محطة مريوط، وهذه المحطة تعتبر من المحطات الكبرى اللي موجودة عندنا. هذه المحطة بتقع في الكيلو 47 في طريق اسكندرية الصحراوي، وهذه المحطة بتنتج طاقتها الإنتاجية 240,000 متر مكعب مياه يوميا، ودي بتخدم القرى النهضة وقرى بنجر السكر، وبتخدم قرى شباب الخريجين بمشروع مبارك بالبستان، وايضا بتخدم المناطق الصناعيه الموجوده هناك. المناطق الصناعيه هناك مصنع كبير للسكر، وايضا موجود بعض صناعات زراعيه، وده طبعا بنوفر له المياه من خلال هذا المشروع. نستسمح سيادتك نفتتح المحطه. اتفضل. في محافظة البحيرة يا سيادة الرئيس عندنا خمس مشروعات مياه: معمل الأزاز، أبيس، منية السعيد، منشات ناصر، دنشال، وكوم حمادة. وبالافتتاح بيتم بالفيديو كونفرنس من كوم حماده، وفي المهندس محمود منصور رئيس شركه البحيره. تنفيذا لبرنامج سيادتكم الانتخابي
وضمن مشروعات خطة التنمية المحلية والخطة المحلية قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بتنفيذ محطة مياه شرب كبرى مرشحة لتغذية مدينة وقرى مركز كوم حمادة والمناطق المحكومة وتوصيل المياه على مدار ال 24 ساعة. ونقدم لسيادتكم الأستاذ محمود منصور رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة لشرح مشروعات مياه الشرب بكم حمادة والمحافظة، فليتفضل. كل سنة وسعادتك طيب سيادة الرئيس. طيب نرحب بسيادتك في محافظة البحيرة لبدء افتتاح وتشغيل أولها محطة معمل إزاز بطاقة 25 ألف متر مكعب يومي بتكلفة 26 مليون جنيه لتحسين خدمة المية في قرى ومركز كفر الدوار لحوالي 200 نسمة. المحطة الثانية محطة أبيس بطاقة 35 ألف متر مكعب يومي تكلفتها 35 مليون جنيه لتغذية مناطق وتحسين الخدمة في مركز كفر الدوار لحوالي 300 ألف نسمة. المحطة اللي بعد كده منية السعيد مركز المحمودية بتكلفة 25 مليون جنيه في طاقتها 25 ألف متر مكعب يومي لتغذية وخدمة مناطق القرى وريد مركز المحمودية لخدمة 300 ألف نسمة. محطة منشأة نصار 650 ألف متر مكعب يومي بتكلفة 40 مليون جنيه لتغذية وتحسين الخدمة في حوالي 400 ألف نسمة. محطة دنشال مركز دمنهور ل 35 ألف متر مكعب يومي بتكلفة 35 مليون جنيه لتغذية 400 ألف نسمة وتحسين الخدمة بها. المحطة اللي احنا موجودين فيها محطة كوم حمادة ب 50 ألف متر مكعب يومي تكلفة 40 مليون جنيه، ونستسمح سيادتك وتأذن لنا ان احنا نفتتح محطة كوم حمادة اللي احنا واقفين فيها دلوقتي. اتفضل. أحب أطمن سيادتك يا فندم إن حالة المياه في محافظة البحيرة مطمئنة جدا والخدمة عالية، متوسط نصيب الفرد في اليوم أكثر من 220 لتر فرد في اليوم، وإحنا بكده بتخدمها 23 معمل، والشركة حاصلة على 5 شهادات أيزو في الكفاءة الإدارة والبيئة وجودة المعامل والصحة والسلامة المهنية اللي هو جودة التغذية. شكرا يا فندم، كل عام سعادتك بخير. مبروك، كل سنة طيب. مبروك سيادتك. برضو النهارده من المشروعات مشروعين لثلاث مشروعات للصرف الصحي، صرف صحي قرية بسنتواي وصرف صحي بركة غطاس وصرف صحي رشيد، المحطة الكبيرة اللي حضرتك اللي بتشعر بوجود حضرتك فيها النهارده. الاثنين الاولانيين دول هيفتتحوا بالفيديو كونفرنس. اتفضل سيادة الرئيس معاك. اليوم تتشرف محافظة البحيرة بافتتاح سيادتكم مشروعي الصرف الصحي ببركة غطاس والصرف الصحي ببسنتواي اللذان يعدان من المشروعات العملاقة بمحافظة البحيرة، واستأذن سيادتكم بأن يقوم السيد المهندس ماهر السيد إبراهيم عدوي ممثل الهيئة القومية للمياه الشرب والصرف الصحي بتقديم نبذة عن المشروعين. تفضل. تفضل. صباح الخير سيادة الرئيس. صباح النور. مهندس ماهر السيد إبراهيم عدوي مدير عام مشروعات البحيرة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. أتشرف أن أعرض على سيادتكم نبذة عن المشروعين. أولا مشروع الصرف الصحي ببسنتواي الطاقة 10,000 متر مكعب في اليوم تكلفة 35 مليون جنيه، تاريخ البدء 9/99، تاريخ التشغيل 9/2008، الشركة المنفذة المقاولين العرب ومصنع الطائرات، المناطق المخدومة قرى بسنتواي وابو الخزر ومنشية الوكيل ودمسنة. ثانيا مشروع الصرف الصحي ببركة غطاس الطاقة 10,000 متر مكعب في اليوم التكلفة 23 مليون جنيه، تاريخ البدء 9/99، تاريخ التشغيل 7/2008، الشركة المنفذة المقاولين العرب ومصنع الطائرات أيضا. المناطق المخدومة
القرى، بركة غطاس، الغابة، أمين باشا، سيد أحمد. أستأذن سيادتكم بافتتاح المشروعين يا فندم. تفضل تفضل. شبكة الفيديو لو سيادتك تأذن، وزارة الصحة عايزة تفتتح وحدتين من طب الأسرة في دكتور حاتم. هاي فتح فضل. المشروع اللي بنوري حضرتك وحدتين منه اللي هو وحدة طب الأسرة في فينا وفي إدكو، ده جزء المشروع كبير يمكن نتكلم عليه لما نزور المستشفى. مع سيادتك يا فندم دكتور طارق فكري محمد مدير الإدارة الصحية بالرشيد، بنرحب بسيادتك في وحدة صحة الأسرة بيت فينا. الوحدة يا فندم بتخدم حوالي 33,000 نسمة. الوحدة بتطبق نظام طب الأسرة وتم اعتمادها من إدارة الجودة. لما استلمنا الوحدة يا فندم كان في إقبال من أهل القرية والقرى المجاورة، وده أدى إلى زيادة التردد على الوحدة. احنا يا فندم دلوقتي في مركز صحة أسرة إدكو، المركز بيقدم خدمات لعدد سكان 37,300 نسمة. المركز حاليا مزود بوحدة أسنان وجهاز سونار وجهاز رسم قلب، وتم تدريب الفريق الصحي على مختلف البرامج وتدريب الفريق الصحي على الطوارئ. سيادتك قبل ما نفتتح محطة صرف صحي رشيد، في يعني يشرف عدد من المستفيدين من المشروع القومي للإسكان باستلام عقودهم من سيادتك في محافظة البحيرة. المحطة دي مصممة انها تستوعب الى سنة الهدف في 2027، المرحلة الاولى 20,000 متر مكعب وتكلفة حوالي 160 مليون جنيه. ويعني بنشرب بافتتاح سيادتك افتتاح فعلي لها. دخلنا حضرتك هنا من المبنى الرئيسي ده اللي هو تحت ده بيبقى فيه جانب للحروق على ناحية اللي احنا هنا في المبنى ده اللي هو ده، وبعدين فيه جناح للحروق واحنا داخلين وجناح الاستقبال، وبعدين بنخش بعد كده في المبنى الرئيسي. المبنى الرئيسي معمول بطريقة كويسة جدا. الجناح ده بتاع العمليات، كل دور فيه عمليات من نوع معين. هنا التنويم اللي هو اوض العينين، وهنا اوض الاطباء اوض العينين. والناحيه الجناح الاخراني ده على ما اعتقد دول اطباء، الاقامه بتاعت الاطباء. هنا بقى بعد كده في خدمات، في كلى صناعي بره المبنى هنا، دي عم اتعملت جديده واتطورت. موضوع غسل الكلى هو عشان حضرتك دلوقتي السببين، اولا هو عدد مش كبير، هو بس الناس بتسمع عنه كتير. احنا عندنا في مصر دلوقتي بنعالج 36,000 واحد من ال 75 مليون، دي ما تعتبرش نسبه كبيره، انما هو عشان دلوقتي متوسط العمر
وصل ل 69 سنة للرجالة و 74 للستات، والسكر والضغط مرضين منتشرين جدا في مصر، ده أكتر حاجة بتسبب الفشل الكلوي في مصر. كنا عايزين نوري سيادتك بس هنا في الطوارئ العربات، حضرتك شباب المسعفين صوره متغير خالص وبتاع، لو تورينا بس ايه الحاجات الفروق بسرعه كده في دقيقه. دي سياره كرافتر اللي اضيفت لاسطول هيئه اسعاف المصريه من ضمن 400 سياره، تم توزيع 40 سياره منهم على طريق مصر اسكندريه الصحراوي وادي النطور العالمين والساحل الشمالي. هذه السياره بتتميز بوسعها وكبر حجمها مما يتيح لنا ان احنا ننقل فيها 2 مصابين. هذه السيارة بتتميز ايضا فيها مزود بها جهاز المونيتور بيساعد على التشخيص ومتابعة حالة المصاب. تاني اصغر شوية ودي موتورها اكبر وفيها حاجتين زيادة. لو تورينا بتاع دي تركب ازاي الاضافية تاخد 2 عيانين غير التانية. شوف حضرتك شوف التانية بيركبوها على طول في الثانية بقى تاخد 2 على طول، واحنا جايبين مجموعه منهم حوالي 22 عربيه تاخد 4 لو فيها عدد كبير. وبعدين فيها حاجه ثانيه جهاز هناك بتاع صدمات القلب لو حد اتعرض لحاجه ده برده، وفي مونيتور اللي هو بيقيس الضغط والبتاع، لان احنا سات مشير وافق لنا انه يربط العربيات دي بشبكه لاسلكي وبحيث البنات تنتقل للمستشفيات فيبقوا عارفين الحاله قبل ما توصل. هو ده اللي بره. سياده الرئيس باسم كل العاملين في قطاع الصحه يعني بنرحب بسيادتك في مستشفى رشيد وبنشرف بحضور حضرتك لافتتاح التطوير اللي حصل في مستشفى رشيد، فده طبعا يعني عيد بالنسبه لنا احنا في وزاره الصحه. العمل اللي بيسير في وزاره الصحه طبقا للبرنامج الانتخابي بتاع حضرتك. البرنامج الانتخابي فيه 6 توجهات رئيسية، 2 منهم يمكن احنا بنفتح المجال فيهم النهاردة اللي هم تطوير المستشفيات العامة ومستشفيات التأمين الصحي وكافة المستشفيات المملوكة للدولة، وكذلك التوسع في انشاء وحدات الرعاية الصحية. فاحنا ماشيين ببرنامج انتخابي واضح المعالم وله خطة بتقاس سواء زمنيا او تمويليا او تنفيذيا. بالنسبة لخطة المستشفيات يمكن أول مرة بتجينا فرصة إن احنا نعرض على سيادتك خطة المستشفيات بتاعتنا. احنا بدأنا هذه الخطة من 2006، في خلال 2009 إن شاء الله هنفتتح 15 مستشفى من ضمنهم مستشفى رشيد، وبنأمل إن سيادتك يعني إن شاء الله تسمح الظروف في مثلا في محافظة بني سويف عندنا 3 مستشفيات جداد، أتمنى إن سيادتك تفتتحهم إن شاء الله قبل نهاية العام في شهر نوفمبر. بني سويف في الفشم والواسطة، في الفاشن والوسطى وناصر في المحافظة كلها. محافظة بحيرة في مستشفى ضخمة جدا اتحط حجر اساسها سنة 79 ولم تفتتح، واحنا ركزنا فيها جامد جدا الشغل، وان شاء الله انا لحضرتك طبعا تزور محافظة تانية ونفتتحها. مستشفى ضخمة جدا في كفر الدوار، قوامها هنفتح حوالي 300 سرير فيها ان شاء الله في نهاية شهر نوفمبر. وفي كل محافظات مصر 15 مستشفى دول، السنة الجاية في 25 والسنة اللي بعدها في 8، الإجمالي 48 مستشفى غير 30 جداد ابتدينا نشتغل فيهم هذه الأيام. برضو عشان التوزيع حضرتك دايما بتسأل الصعيد نصيبه ايه، الصعيد واخد في المستشفيات دي موجودة في 5 محافظات من محافظات الصعيد. بالنسبة ل 2005 ل 2008 تصرف على الصحة استثمارات فقط في البحيرة تقريبا ربع مليار جنيه مصري، ربع مليار مقسمين تقريبا بالتساوي 133 مليون لوحدات الصحية و126 مليون لمستشفيات. بالنسبة للبنية الأساسية في البحيرة في مستشفى حكومي و16 مستشفى خاص، لكن لو حضرتك خدت بالك ان هو المستشفيات الحكومية الخاصة بتمثل فقط يمكن سبع عدد الأسرة، فهنا المستشفيات الحكومية ليها وزن ثقيل جدا. يمكن سيادة المحافظ قال ان احنا في هنا في حوالي 490 قرية، هنا في 413 وحدة صحية، وده يدل ان بذل مجهود جامد جدا في الفترة الأخيرة في ان احنا ننشر الوحدات الصحية بحيث الوحدة الواحدة بتخدم حوالي على المتوسط 10800 نسمة، على أساس إجمالي سكان المحافظة حوالي 4.9 مليون النهاردة. برضو في مراكز إسعاف وفي مدارس
تمريض. مستشفى رشيد العام في حد ذاته زي ما قلت سيادتك هو اتبنى سنة 30 وكان تحت وقتها 20 سرير، وبعدين مبني على مساحة 7500 متر مسطح، منها 5000 متر مسطح مباني وأماكن انتظار، ويمكن هدينا مبنى وعملنا جنينة حلوة قوي في بحيث امبارح بالليل لما جيت لقيت الناس قاعدة بتتفسح في الجنينة يعني ومبسوطة جدا بيها، مش عايزين يسيبوها يعني. في رشيد على البحر برضه وبتاع، فالعملية عجباهم يعني. هنا المستشفى حاليا بعد ما اتطورت من يناير لاكتوبر اخذ الطاقه بتاعتها 85 سرير، 53 منهم للاقسام العامه واللي هي بتكلفه على المواطن بسيطه جدا، وفي 32 اوضه لاقتصادي، وبتخدم حوالي 100,000، وابتدى يجي لها ناس من كفر الشيخ من الناحيه الثانيه، فنتيجه الاداء الجيد ده. حضرتك الفرق بين المستشفى القديمه اللي على اليمين اللي هو في الشاشه هنا والمستشفى الثانيه اللي على الشمال اللي هو التجديد، طبعا فرق ضخم جدا، والصوره دي متاخده في 5 ديسمبر 2007. برضو ده بيوري الفرق بين العنابر، الصوره اللي تحت في المستشفى القديمه والمستشفى الجديده على الناحيه الشمال، وبرضو دي كل دي صور بس بتعبر عن مدى التغير اللي حصل في المستشفى. طبعا اللي اتطور هنا غرف المرضى واسم الاستقبال هنوريه لحضرتك، والعناية المركزة والحضانات بقى عندهم 8 حضانات وثلاث أجهزة تنفس صناعي مع الحضانات، ودي في مستشفيات كثيرة جدا، وأجنحة العمليات اتطورت. امبارح كنت بكلم مع دكاترة كانوا سعداء جدا بالعمل، امبارح يمكن عملوا عمليتين من دكاترة بتوع رشيد في الركبة بالمنظار، ودي خبرة مش موجودة في حتت كتير يعني، ان واحد يعمل عملية الكارتلج او عملية الرباط الصليبي في مستشفى مركزي، اعتقد دي من ضمن الحاجات اللي هي تحسب لهم. ايضا زودناهم طبعا بكثير من المعدات، مناظير، وطورنا المصاعد وغيرها من الاجراءات. الاجراءات دي كلها كلفت حوالي 25 مليون جنيه، 13 مليون معدات و12 مليون جنيه اعمال انشائيه، وتولى عمل هذه الاعمال كلها مجلس الدفاع الوطني. اتفضل. هنا معمل، في معمل تحليل دم. في معمل تحليل دم. المحبس قطاع خاص. قطاع خاص. اروح حلل دم في معمل معين. صح. يوم يجي لك مثلا قراءات سيء، كوليسترول، مش عارف ايه، اروح اعمل نفس بتاع التاني وفي معمل تاني تديك قراءه تانيه. تمام. معمل تالت قراءه تالته. ده دليل ان ما بتعملش كالبريشن. صح. تمام. لابد وتصلح فيها معمل كذا وعندها اجهزه كالبريشن. ما انتوا ليه ما تقولوا انا؟ كذبت انا في الموضوع ده قبل كده. هو النتيجه ان المريض بيتعالج على هو دلوقتي حضرتك كلام حضرتك يعني الحقيقه يعني دقيق جدا. العمليه دي لها اسباب متعدده. السبب الاولاني انه للاسف بعض الناس بتستخدم كواشف معمليه مش جيده الجوده او منتهيه الصلاحيه بالذات في المناطق البعيده عنا يعني. اتنين انه الاجهزه اتطورت، فبعض الناس بتشتغل بوسائل قديمه مش متطوره، لانه حضرتك النهارده 85% من شغل المعامل آلي مش محتاج بشر. انما في ناس لازالت بتستخدم مكن قديم وبالتالي بيطلع نتائج. النقطه الثالثه بقى موضوع الكاليبريشن طبقا لقواعد جوده معتمده. فالحقيقه المهندس رشيد عمل دلوقتي حاجه اسمها الايجاك. الايجاك دي هيئه اعتماد مواصفات محدده، واحنا في وزاره الصحه اتفقنا معاه ان دي هتبقى الهيئه اللي بتعتمد المعامل في مصر. فيمكن هنبدا في هذا الاجراء بدايه من 2010، واول جهه بنطبق فيها الاعتماد وحصلت عليه فعلا هي المعامل المركزيه عندنا. ويمكن حضرتك لاحظت انه في انفلونزا الطيور او في انفلونزا الخنازير مفيش ولا تحليل طلعناه طلع مناقض مع تحاليل اتعملت خارج مصر خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، لان المعمل ده معمل معتمد اعتماد جيد جدا. لكن حضرتك طبعا هناخد النقطه دي في الاعتبار. تحاليل مسافر بره يروح بره يعملوا تحاليل وايه. صح. ده بيحصل. مشروع الاسعاف طبعا ان شاء الله يخلص الوقت ده السنه الجايه، ويمكن الحاجات الجديده فيه برضو حضرتك ان اللي بيستقبل المكالمه هيبقى قدامه شاشه
يقدر شايف فيها العربيات القريبه منه برضه نظام التتابع قوات مسلحه بتعمله لنا بحيث ان احنا اللي بيستقبل المكالمه النهارده ما بقاش مرفق الاسعاف بقت القريه الذكيه عند الدكتور طارق كامل وهو اللي مول هذا المشروع طبعا بموافقه سيد رئيس الوزراء وقوات مسلحه هي اللي مديانه عمليه التتبع دول ال 1800 عربيه فان شاء الله ده هيحسن الخدمه ان شاء الله السنه الجايه الوقت ده كده يعني احنا بنوعد حضرتك تفتتح المشروع ده في 6 اكتوبر باذن الله لان مشروع ضخم جدا وادى يعني ناس حاسه بفرق لا يعني 6 اكتوبر اللي بعده 2010 يعني. تأذن لنا حضرتك بس عندنا هدية بسيطة بنعرض بيها عن شكرنا ل يعني تشريف سيادتك للمستشفى. هو حضرتك هنا تجهيز اي وحده رعايه مركزه في وزاره الصحه النهارده بقى نمطي نفس طبعا دي مونيتورز قديمه احنا حافظنا عليها لانها ممكن تعيش 20 سنه انما ده جهاز تنفس صناعي ودي الحقن جهاز حقن الي والاسره بقت كلها كهرباء وطبعا الغازات في شبكه غازات جوه المستشفى ده بقى نمطي خلاص حضرتك اي مستشفى بنجددها جدا عملية الرباط الصليبي امبارح ريكونستراكشن فور انتيكروشيت ليجامنت امبارح كان الرباط الصليبي قطع قديم فيه وتم ارجاعه بالكامل كما كان عنده الترابيزه المظبوط عنده جهاز الاشعه هناك عنده جهاز التخدير عنده جهاز المناظير هناك اللي هو في الكورنر هناك ده اللي هو بتاع وبعدين عنده وبعدين في السي ارم برضه اللي بيجهز كل حاجه جديده على البحيره يعني وعملنا تغيير ركبه كامله هنا وتغيير مفصل الفخذ كامل من الالات الجديده اللي عملنا عمليه تغيير مفصل ركبه كامل برضه اول عمليه كانت تحصل في شرفتنا يا ريس شرفتنا يا ريس سواء كانت بعض المسائل الاسلاميه اللي كانت اما خزف واما نحاس واما حديد واما اسلحه وبعض الوثائق في يعني كانت موجوده كان في وثيقه بس دي موجوده في دار الكتب اللي احنا حاطين نسخه هنا وثيقه جواز مينو اللواء الجنرال مينو مع واحده مصريه زبيده البواش فرنساوي زبيده البواش هو يعني كان حضرتك عارف في ايام الاحتلال هنا فكانوا بيقتلوا الفرنساويين جامد فهو يعني عمل اسلم سياسيا وسمى نفسه عبد الله واختاروا له واحده عبد الله منو عبد الله منو واختاروا له واحده ست هم اللي اختاروها يعني هو ما حبهاش ما شافهاش واتجوزها فالوثيقه موجوده هنا في المكان ماشي دي بعض اللي كانت مستعمله في العصر هو كان في العصر العثماني وايضا الفتره احنا طلبنا نسخة وفي المتحف الكبير برضو هنضع نسخة للأسف لانها لازم تكون موجودة دي قلعة قايد بي دي برصة 1460 اتبنت في نفس الفترة بتاعت قلعة قايد بي في اسكندرية موجودة عندنا 22 منزل خلصنا 14 منزل ترميم على مستوى نفس الشكل وبنشتغل دلوقتي في 8 في مساجد 12 مسجد 6 خلصوا بنشتغل في 5 دلوقتي صرفنا حوالي 150 مليون جنيه على اعمال الترميم وبنساهم ب 13 مليون في تهيئه الاماكن المحيطه يعني ما فيش يمكن موقع اثري في مصر فيه كميه الاثار اللي موجوده دي اللي تم البدء فيها كامل الحديقه المتحفيه دي خدنا بعض الاثار اللي طلعت من رشيد زي حاجات اعمده رومانيه وبعض الحاجات الاسلاميه اللي بترجع للعصر العثماني لان اهميه رشيد افندم في العصر العثماني لما بنوا مدينه رشيد بعد التدمير بتاعها فبالتالي عملنا المتحف عشان يظهر العصر العثماني وبنكمل بقى في المنازل المقتربه في المدينه. المكان ده هيبقى فيه تطوير بشكل جديد بصياغته بالشكل اللي كانت موجوده عليه للوقت ده في المدينه وهيفتح في محل مناطق تجاريه فيها محلات عشان توظيف الشباب ومحلات لبيع المشغولات اليدويه فضلا عن مناطق الفنادق ومناطق الاستشفاء في منطقه الساحه المطله على الحديقه اللي امام الحديقه.